السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة بلشدة رئيس مانا دمانتود أدبان إذن سلامية وحنك على استمانتا وي تاريخ وي تهي اللبادة كون إيا لباتنك بيش اللبات أفريتو بنكيغا وافق سنة كون أفر بغول كوبي أفرتنك بيش جمادو الأخير لباتنكيغي إنا نحوغا أن كلمتك إلا هذو قد يدل إلا هذو تكفيرك يعني جاليسينتا إن قف مسلمة كلمة لغو تلمامو أيا وحن دمعي إن جاليستي إن نحوغا أن يسير درتاغو تاسو أن نغوتي شيء ضروريا مركا ديكتو تداول وحيا لبادن وآد أمي ماركتاي نودح وريغيا أما برشادة إنتا بادن أي داتكو إسكاكا عان إن قفك بلي آدن كو إدلاغان كفرينيمو أين الله أين الله فضو ده يقف كأنه قف قال كوشة وكفرية أين إسكا فضو ده هاي أما هدي أو مغلي ورك السفي عن سير فضو أن غليه يسون كفير سنين أن من مسألة التكفير إني مضو ما هم مسألة هينة ما هم مسألة فضو وأما مسألة يعني اختلاف بدن يعني كدعي يعني اختيادي محاكرة فرق بدن أي كدشين وأما مسألة قديمة وحديثة يعني مرت علماء أهل السنة نسف عن واحد لين أي كتبنا أي كقرين أي كم يتهاي ضوابط تكفير المعين ضوابط تكفير معين عند الشيخين إسلامي الشيخ سلام التيمية يو محمد بن عبد الوهاب يو أئمة معبدان أو معاصرين تكم يدا كتبه بدن أي كقرين وحكم يدا كتبها لقى قري التحذير من الغلو في التكفير وحكم صانف بدن بلغ السمي عدو هريسي تكفير نماذا كوكا عضي وحي هاي نمك الورن جري خوارج ومحان كورا عصاد داد كمان مانغتا صحابة دا قارك قالي سينا يي مركا سانا ييقو الدريقة دا اي مرين وحي هاي نمك خوارج اني قوفكا معسية كبيرة قالان اني قالي سيان انت اي قالي سيان اي كساران دائرة دي اسلامكا اينا قيان دائرة الكفر اينا معاملة ولا معاملة دان معاملة الكفر أهل الكفر أو يديكي سحلا الشدان أو يحال مالكي سحلا الشدان أو يحدك كساران وحكا الدنبيين نمك اللورن شري المعتسلة نمك المعتسلة دونا وحيدا هدين موحن قد جنينا المسل بين مسلتين كفر نمضى إسلام نمضى نوان كسارين نابيدا هدين هورت إسلام نمضى وكسارين وافقين نمك خوارج دين عنا وحيدا هدين مايا ونعنا وكيقدوان هدينو وحيدا هدين مزل بين منسلتين بين دجيننا وقال نمضى إسلام نمضى دحدودان دجتين دجيننا بينا ميل لحيد دجين وحكدا بين نمكا لورن شنين نمكا لورن هذا المرجئة وفرق يضنا حيد يضنا وحيدا هذين إن الفسقة لا يضر مع الإيمان قفك هدو فسقة مدن بوين سامي إيمان كيسو حمار دي بسيدا هذي لا باسا حركا سيم مرين سادر هذين أهل السنة والجماعة iyagoo eegaya qadiyada maxan ku raahdaa maxan ku dhaweeyay maragtay mutawassid bay mareen qadiyada la ilaahdo takfiirka muayyanka dawaabid badan bay u dhigeen horta qadiyada takfiir mudlaq waa shay isaga aan muran ayn ka tagneyn oo qofku hadii uu kufrinimo uu galo waxa loodan kara manfaala kada wakada faqad kada yaana xukunkiisa wala tilmaami kara يعني سعامة سعموم عدي عين كعين كاس لكن سمرك التكفير كأي نقطة معين شخص معين أو فلان بن فلان ليه هذا يعني يلا عيما ياي وأري خطيرة وحكر دالا نيسا إن محنك سردي جيسو حلالي هاي وحكر دالا نيسا تفريق الزوجة دي سين لك لقينيو وحكر دالا نيسا محنك وده هذا مالك يسا حقا دحالك وحباك الله سمية وحكر دالا نيسا قفريد المسلمين تينا نلقود دارين يعني هاري خطيرة وي جدا ساد رادد وأهرن آذي وقد دقين علماء وأهل السنة والجماعة أحاديث وعيد أحاديث بدن وعيدنا إكوصة أرون خطر بدن إن قفك الله مقعابه أولي له هبل هبل وقد خرج من الدين يسيقون الله يقين ضوابط التكفير وحي علماء وقابان سي من التيمية رحمه الله أو قصة نغيل أيوه كتاب كيسة مجموعة فتاوى مجلد صدحات صفحة صدح بغول لبيه كنتون اي لا صفحة صدح بغل افر يكونتون وحلايه لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين وحواجب ان لك الفرقيه كفر مطلقه
iyo kufriga mucayanka qofka la cayimayo waa waajib in lakala saaraa, waa waajib in lakala saaraa. Sidaa daraaddeed ahlu sunna waljamaaca may dhigin calaa darajatin waaxida, laakiinse tafsiil bay u kala saareen qofka mucayanka ah yacni takfiirnimadiisa. Wa minhum maqduucun bitakfiirihi, waxaa ka mida qof la qadciyey gaalnimadiisa. Waa kaman ataa bificlin aw qowlin mukafira watamat fii xaqihi shuruudu takfiir wa intifaau lmawaanic, waa qofka bay yidhaahdeen maxaanku idhaahdaa ee ku dhacay ee maxaanku dhaa gaalnimo way cayimeen isaga way jareen gaalnimo ku dhacay qowl ficila qowl buu ku dhamay qowl buu ku dhacay iyo arrin ficila oo gaalnimo keensanaysa ayuu ku dhacay. Laakiin waxaa la daba dhigeen watamat fii xaqihi shuruudu takfiir wa intifaau lmawaanic, waxaa markaasi dhacday in ay maxaanku dhaa ay taam noqotay shuruudu takfiir. Shuruuddii qofka la gaalay mucayanka marka la gaasina shuruud buu leeyahay qofka mucayanka, shuruud buu leeyahay ahlu ahlu sunna waljamaca u dhigeen, mawaanic bay u dhigeen intifaaul mawaanic, wayn mawaanicna la waayaa, wax mawaanicina wayna jirin, shuruuduna wayna kaamil noqotaa, markaasaa lagu xukumi karaa gaalnimo. Laakiinse isagoo shuruuddiisii ayna taam noqonin, oonad miiska soo dhigin shuruuddiisii, mawaanicdiisina aanad miiska soo dhigin oo shubha aanad meesha ka saarin in gaalnimo lagu xukumaayo, waa arrin khadiira. Waxaad meeya maxaanku dhaa waa minhum, waxaa ka mid a ay leeyihin ahlu sunna waaljamaaca man laa yuxkam bitakfiirihi liintifaai lmawaanici fii xaqihi, waxaa ka mid a yacni qofka mucayanka qaar aan gaalnimo lagu xukumaynin sababta mawaanic baa la waayey, yaay mawaanicdiisii xaqiisi ayaa mawaanicdii yacni maxaanku dhahdaa ayna maxaanku dhahdaa anfoobin oo mawaanic baa jirta. Saa daraaddeed waa in mawaanicda loo eego, intifaaul mawaanic waa in yimaadaan, watee shuruudu takfiirna waa inay taam noqotaa. waxaa qaba ahlu sunna waaljamaaca ibnu taymiya majmucatu fataawa nafsulka ee mujlada haddaan tilmaamayey cidda u baahan dib aygu noqon kartaa. Marka qofka muslimka ee mu'minka in la cayimo oo gaalnimo lagu sheegaay oo fulaan bani fulaan la yidhaahdaa waa arrin khatiir badan, aadna u dhibaato badan weey. Sidaa daraaddeed sheekh maxaanku dhahda imaamu shawkaani waxa uu ku leeyahay, wuxuu soo naqilaa isaga laftiisu uu leeyahay iclan buu leeyahay anna alxukma cala almuslim bikhuruujihi min addiin wadukhuulihi fi lkufri laa yanbaqii limuslimin yu'minu billaah walyowmi laakhir. Wuxuu leeyahay imaamu shawkaani waxaad ogaataa xukunka qof muslima in gaalnimo lagu xukumo oo laga saaro islaamnimo, laga saaro gaalnimo la geliyaa oo islaamnimadii laga saaraa, uma habboono qof muslim inuu qof muslima saa ku xukumo. ilaahay rumeeyey yowmul qiyaamahana rumaysani an yuqadima calayhi ilaa biburhaan awdaxun waadixun, labada ereg ba u isticmaalay awdaxun waadixun min ashamsi nahaar, waa inuu la yimaada burhaan cad ka caddaan badan dharaarta cadeeda ka cadaan badan, cucad la yimaadaa. Laakiinse hebel baa igu yidhi, hebel baa yidhi, hebel baa yidhi, haddaad xitaa boqol hebel keento waxaa meesha yaala caqabad ku hor taalla, shuruudii takfiirka ma buuxiyanika mise ma buuxsamta, intifaaul mawaanic ma la helin mise lama helin, haddaan inta aan la helin adiga laftaada khatar ku sugan. Waa arrin khatar badan in qofka gaalnimo lagu cayimo, waana arrin u baahan qofka qabrigiisa inuu u tudho uu islaaliyo weey oo maaragtaa arrima ka digtoonaado. Wuxuu ku soo naqilayaa imaamu shawkaani kitaabkiisa saylu jaraar ee maxaanku dhaa waxaa kaloo ku soo naqilay waa mujalad afraad maxaanku safxada 587 waxaa kaloo ku soo naqilayaa fatxul qadiir maxaanku dhaa mujalada 2:72 waxaa kaloo xusid mudan nebigu salaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa ka sugan axaadiis badan oo waciida. Waxaa ka mid a xadiiskii uu warinayay abuudar nebigu salaatu llahi abuudar waxa uu leeyahay annahu samica xadiiska imaamu bukhaari warinayo annahu samica min yani abuudar wuxuu ka maqlay nebiga salaatu llahi wasalaamu calayh isagoo uu nebigu leeyahay laa yarmi rajulun rajulan bilfusuuqi walaa yarmiihi bilkufri ila irtad calayhi in lam yakun saaxibuhu kadalik, in lam yakun saaxibuhu kadalik. waxa uu leeyahay nebigu salaatu llahi wasalaamu calayh qofku muslimkii qofka muslim qofka muslimkii
ما يعني نكو يونا نكو قنين قف يونا شخصي كو شخصي كو قنين فسق نمو يونا كو شاقين قال يونا فاسق كو شاقين إلا هدي كو شاي ويساق أي دب قصو نغونيسا هدونا ساحيبكي أو نأهين هدونا ساحيبكي سيدو شاقيا أو نأهين يعني قف كينا تقال نمو كو شاق تاي وشوي مارك تاي مقف معين أدمك عوضة تقال نمو كو شاق تاي واري خطير نمو بضا واري خطير نمو بضا ابن الدقيق العيد رحمه الله وحكته وحكت المام يا كتاب كيس إحكام الأحكام وحكو صنع قليا أولي هاي هذا يعني حديث كيس سلتاقي هذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك أرنت نوار وعيد بوري وآد وأذك عدة أنقف مسلمة وأحد من المسلمين قاليسة أو نقف كانوا قالي سين يسدي أو كل شيء جي حضونا هين ووردة عظيمة بقول ولبا وقعت فيها خير كثير من المتكلمين ومن المنصوبين إلى السنة وأهل الحديث في ولا ما اختلفوا في العقائد هذا الكيس وصاو سوت وحولي هاي يعني واو يا محاكو هذا أهرين وعيدة أدقوي إنه قف وقف مسلمة أو قالي سيوه حضونا يساقوا وناهي وحكو الشيقينا وأري خطر بدن بولي أري خطر بدن وانا وردة عظيمة بولي أو إن بدن أطدك كاية متكلمين تايكو دعين يا إن بدن نسبة الشيقينا يا سنة دا إن بدن أهل الحديث نسبة الشيقينا يا مركي عقايدي وحيالا غاركو ديسكو خلافي ساز لفتي وصورنا قليا سيدا درادت وحكوتا إن قفكم مسلك اللقو قنا أرين تكفير نما وقال نما اللقو الشيقاي ولا لجوك سامين برو أما الشوارع اللي لا سوى جوك سدا أما ميلها سمحان قد ميدي هلا مريا وقفك الله مجا عاباي أو أنا أسك شيء إن شروط التكفير أنا ميسك صور دين موانع التكفير موانع التكفير وأهل السنة والجماعة أدقين واري خطر بدن وي بالله عليكم هلا قد دكتورنا قد يداس قدتكم إن استترويشيان قرب هذا حركة سا محان كنا شقوين كي قوضان ميلها شاكو عبيان ميساس كي دوب تاقيهين ميلها سنة ترويجنا يا وهذا مفتم يرى النقضي بركي خطر بضن بي الله هاي إلهي سبحانه وتعالى هلوغا بقو ربنا هلوغا بقو وعاك الله حسين مضان أنا هذا القسوة قبك بينا يا إلهي سبحانه وتعالى وحاولها يا أيها الحليه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وحكيها الله يا ربي سبحانه وتعالى مركا إذتك إيمانك لو مركا جهادك أبحضان فتبينوا بول مركا إلهي سبحانه وتعالى وداد أهل الكفر يا وكفر النماذ واجبتين لده قالبه وشروط يرد الله عليه وده قالبه قادي أيها ونبع عليه فتبينوا اسكهم صدق ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يعني قف كوس كوري مسلم باني يعني قعنت التاقي إسلام نمشي يكتاي ومسلم بانا هاي كوري ها أوراني أدو مسلم متهد كاسي وحويان يعني حي معناته أسر وين كافر أصلي فما بال قف مسلم أقوله أنا وحن مؤرن مسلم بان هون الشهادة نية الله هذا هذا ما يعني مرقاتي ما نكون هيا الله هذا مس مس كسو هذا كسو ورقة إسا أقوله أنا الشهادة نية أو مسلم بان هاي كله أو إله يكون دق قرية وهذا نرسو تاجته فما بال وارقة تربة نوي كي قال كي أصلي جهابة لري ولا يمرته ها أوران لست مؤمنا وحن دقي سنة مال مال ما كم بدأ وندكت إذا كم مغلي يي إن محن كورة ذا شخصي لقو عين زيادة لقو جنا يقال نمو ويوم محن كورة كجواب يوينتوا الشهادة ولا ينميه حد أنا وحلا نسوي تيم برقات ما نهيا كذلك الله ما في شروط وتكفير محل إسكاجين ترى يا انتفاء الموانع لم يجن علماء أهل السنة والجماعة انتفاء الموانع موانع ذا وح كم بدأ أي مسك كينا على تمثيل مثال قابن بني ذي كنيا هر شيء من كسوق هذا نيا waa kamid ah in maxan ku raasheega farxada leeyahay haday ka qaalim noqoto haday aradu ka qaalim noqoto haday murugto ka qaalim noqoto waa min manwaani waa manwaani takfir ay ku tiriyaan ahlus sunna wal jamaa oo dadkii aad uga hadlay waxa kamid ah sheekh islaam maxan ku raadin maxamed saal uthaymin waxa ka yimid ay mid qaar kooda qadiima wa hadithan yaani qof waa inuu qasr la yimaado wa inuu maarkta arintani maxan ku raayay maarkta arin uu naqastin ay tahay أي مقصد لي ماذا كوتها؟ سببته آه وحي موانع لو قتريان فكر كيس قفكو هضوح حرمو قصد يعني أو حرمو
عدد دراديد أما فرحات دراديد وحوق استماع تصالح قامن هذا نيد سوقاته وحي سوق هذا نين علماء ضمان كوت حديث كان اسمه مالك لله مرت إله سبحانه وله النبي عليه حديث كان اسمه مالك إمام البخاري مر مسلم نورنا يجي أدونك إلهي فرح وحوق مرت توبد أدونك يس أدونك أتوبت كينه وحوق كفر حد بدن يجي يعني ما أقول أدونك مركو أتوبت كين لشدة الفرح أدونك مركو يلا هذا حديث قيبتي صدام بواحد محل شاهد أي قوح كده ما أنا يعني إنك أنتوا فرحة درادت ما مرق جمال محنك ولا في عضلا سقى مرة يا أي وح السماي شدة الفرح درادت مرق ضموك هذا الكيس وصلاف عيو أي واحد عادي إن مرك أو هذا أو سيدة أو مرة تقررنا أو كهلابي ما كده ما جيت بس كسي عادي كبعد ما كده ما كيت كأوسي يعني سقى قوسي أي واحد أو الكيس يوم وحيس يورن راشين كيف حسارني أو دور تاجن مرقس سوى برالجو فرحة درادت بوحوري اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي إلهي أضو أضون كي جبت يقول أنا ربي جاوانك ولشدة الفرح لشدة القضب كذلك وجه الاستدلال علماء كده لشدة أهل السنة والجماعة قد يدرسوا كل سودة لشدة مركي حتى حتى بقول المرخاتك كنتم ميسك كنتم وموانع جرتوا محاضرنا سموات جالسين سا ما واحد خلاف سمنهش كي أهل السنة والجماعة إلى هايين أخيرا بالله عليكم إله سبحانه وتعالى هم قبغنا أن نغنى ربي سبحانه وتعالى قفوا اللي بقى انتو كودارته وحيالا عشايب كبضنا وحن ماركت أركي أحد من العلماء ذا كم بدا أيا وحر وحن الله حريري أحد من المسؤولين كم بدا أولا قوك قناي محنكو لا تكفير لي محنكو لا ذا وحلقو شتلمامي ماركتا وكفري لها مركاسا وحليها وحن الله حريري waan weydiiyey telefoon baan kula hadlay oo ii dhaartay ilaahay buu igu dhaartay warinta faraha laga qaaday buu markaas ka dalika waxa la yaab leh isagu tulada markuu soo jeedi faraha laga qaado masuulka aan la hadlay arinta waxba shaqo kuma ay maarta u dhaartay waxa laga iska daayo ayaa waxa la marta ay baad culimada qaar kood bayaan bay ka daba saareen iyagu arinta daba taagan arinta daba taagan bayaan bay ka soo daba saareen waa usid mudan حديثك أبا هريرة أورين أيوه وهذا الكلام سواق بجبينه حديثك أبا هريرة أورين أيوه وحوت المامي أبا هريرة وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رأى قال رسول صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحكى الشيكي نبي الله عيسى يا وحو أركي نين وحضي مركز النبي عيسى وحو كويري أصرقت ما أذا حضي مركز وحو لنكي مركز نبي الله عيسى ويدي كلا والله الذي لا إله إلا هو إلهي وحن قل دارت أذيك إلا أي الله أذيك إمار إلا أي وحن قل دارنا يا هو الله الذي والله الذي لا إله إلا هو سيقولون عذك لينا تشريني أنا ما أحد يقول نبي الله عيسى وحري آمنت بالله وكذبت عيني وحري نبي الله عيسى إلهي أيان رميي إن دهي قنوان بيننا يقول وحديث كإمام البخاري مسلم ورني رواية المسلم نوحي هيد آمنت بالله وكذبت نفسي إلهي بارمينا يا نفتي إذا نوان بيننا يا ninki u dhaartay u arkay waliba ilaahay intuu weeyay nabiyullaahi ciise ayu qaantay dafraka qaad ibnu qayyim jawsi rahimahullaah wa hawlaya qad yaday soo taa ka hadlaya wal haqq anna allaha kana fi qalbihi jal wa haqq buri ilaaha ay qalbigiisa ku weynaaday nabiyullaahi ciise nabiyullaahi ciise ilaahay ba ku weynaaday مركز تومدي حال نك حالف كها يتومدي بصرك أيابو فردة تومدي محو علي إلى بصره أرجي سو علي إني سو سو علي وعك وتها مركز قف كود دارتين جم حان كود هذا الله ما وحكر لكم مير مير ساي أنت هسوا أن مارك تأنس حنين وين الله إلا وين يو سأنبيد ويني عظمة إله وينينين وحن الله أن مارك تام بالشدة مسلمين تأجوب باقيا مركز سو جوجان إن إسكا إلاريان تكفير كان معين كأه قف معين إن قاليان سيفضط
xataa haddii lagu sheego, haddii boqolaal markhaati in lagugu sheego, waa in shuruudda aad u eegta shuruuddu takfiir iyo intifaaul mawaanic. Haddaanad qadiyadda aanad marin, ogsoono meel kalead maraysaa. Takfiirkana laba inuu kala qaadno, takfiiru mutlaq iyo takfiiru mucayan. Si caama waa gaal, laakiin sasa mucayanka fulaan bini fulaan inaad tiraahdo waa gaal, waa arrin khatiira jiddan, halis badan leh. Marka haddana shuruudda aanad u eegin, adiga laftaada khatar badan ku sugan. Dariiqaad martay waa dariiq aan saxan ahayn. Markaa saa daraaddeed ilaahay subxaanahu watacaala aan uga baqno. Waxaa kaloo leeahay naseexada, yacni maaragta waddada ay leedahay loo maro. Cid kastaba saa ku habboon tahay halagu naseexeeyo, halagu naseexeeyo oo naseexada yacni waddadeeda ha loo maro. Sheega naseexaduna maaha fadeexad. Masaajid laysal soo taago, miidiya ha la mariyo, laysa mina naseexa. Waa fadeexad taasi, waa in naseexada waddadeeda loo maraa. ولذلك نصيحته وإرادة للمنصوح إرادة الخير للمنصوح قف كاني لو نصيحين خير لدونيسو هذا هو نصيحة خير لدونيسا لكن سماها للانتصار إن تكقو ليستو معها نصيحته انتقاص للمنصوح إن يعني يحقي ريس يا ريسانيس قف كان نصيحين سو الليلس تاس النصيحة الله ما يلاد وفضي حدو حيال عاسك عليه مركان نصيحة دنا مدد هاللهم مرو بالله عليكم بالله سبحانه وتعالى أن نقبغنو maxaan ku dhahay eleyga takfiirka la yidhaahdo qof bili aadan mucayana layska gaalaysiiyey qof mucayana naftayda laftiina baan idinka diray ilaaha looga baqo qatiyada dib ha loogu noqdo kutubtana yaan la gaar marini markaad doonaysa shay doonaysa inaad ka hasho qof mucayana aad doonaysa ka hasho oo masala takfiir ay noqoto dib ugu noqo maraajica dib ugu noqo ahlu sunna waljamaaca dawaabidka ay u dhigeen dib u raac taa unbaa ku xukun miisaanka aad miciyaarkaa saaraysaa ay taasi weeye shuruudda ay u dhigeen iyo mawaanicda ay u dhigeen kitaabka iyo sunnada ayay ka istinbaadeen mid kastana maarata nusuus bay u tiiriyeen iskamay odhan iyagoo ka leexday firaqda kala dariiqay mareen ilaahna subxaanahu watacaala tawfiiqda iyo wanaaggan hayna waafajiyo ilaahna subxaanahu watacaala hanuunkana haynagu sugo iyo wanaagga marka intaasa waxaan leeyahay saaxiibaday iyo cid kasta dhammaan ilaah subxaanahu watacaala aan uga baqno dadka cirdigooda iyo sharaftooda aan dhowrno aan iska ilaalino yaan lagu degdegin qof muslima yaan lagu dhiiranin guuxguuxa iyo warwareegana hal iska daayo dhugooy maaragta sunnadana iyo maxaan ku dhahay axaadiis maaragta sideeda ee haloo dabaqo iyo ahlusunna waaljamaaca dariiqay mareen sidaan u dabaqno oo ciidka badan ku soo aroorayna aan dib uga dugdukaya maaragta aan u fiirino arrinta takfiirka ilaahna looga baqo intaasaan odhan lahaa bulshada meel kastay joogaan naftayda naftiinaba waxaan idinku dardaarmiya dhammaantiin taqwada rabbi subxaanahu watacaala wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum.